السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء وحياكم الله في محاضرة جديدة. اليوم إن شاء الله طلاب راح نبلش بشرح كتاب Select Reading، كتاب الاستيعاب أو بعض الأحيان يسمونه كتاب القراءة. طبعا اليوم راح نترجمه وتسمع سمع النيتيف سبيكر وترجمة وحلول أسئلة كاملة، والحمد لله الفضل لله سبحانه وتعالى مو إلي ويعني ولا تكبرا، هذه أفضل ملزمة وأفضل شرح إن شاء الله راح يكون على اليوتيوب كله. الحمد لله لأن جدا تعبت بهذه الملزمة وتعبنا بها بشكل مو طبيعي. هذه الملزمة متوفرة إن شاء الله بكل جامعات، أي طالب يريدها يتواصل ويانا على التلكرام، تواصل إن شاء الله لجامعته أو إذا يحب يشتريها ملف ماكو فرق إن شاء الله. زين عيني طلاب وإن شاء الله ما نقصر وحاضرين. طلابنا الأعزاء، هذا الكتاب، كتاب Select Reading، هو عبارة عن قطع. هاي القطعة لازم تسمعها وعليها أسئلة جاوبها. طبعا الأسئلة صعبة يعني مو بسهولة جاوبها، بس احنا ان شاء الله رتبناها لكم مع الترجمة. يعني شوف هذا النص، هذا بالكتاب ما مترجم، احنا ترجمناه لكم. بالبداية لازم نسمع الى الكلام. يلا نبلش ان شاء الله. بسم الله، اسمع هسه هذا الكلام، نيتيف سبيكر يتحدث واستمع له وانتبه يمه. Chapter 1. Answering 6 common interview questions. While you'll never be able to anticipate every question you might be asked in an interview, you can get a head start by developing strong, concise answers to commonly used questions. Most interviewers will ask similar questions like these to gain knowledge about a candidate's abilities and qualifications, and compatibility with the job and the company. إذن طلابنا الأعزاء مثل ما سمعت هذا النص، الترجمة مال هذا النص while you will never be able to anticipate، بينما لن تتمكن أبدا من توقع كل سؤال قد يطرح عليك في المقابلة. يعني طبعا هنا القصد هو الكلام عن المقابلة، انه انت من تريد تقابل، تريد تسوي مقابلة بالعمل، يقول انت ما تعرف وما تتوقع على اي سؤال راح تنطرح له، يمكنك الحصول على البداية من خلال تطوير اجابات قوية وموجزة. ممكن انت تحصل على جواب يعني نموذجي ويعني تقنع به صاحب الشركة. بالنسبة للأسئلة الشائعة اللي اغلب الناس اللي يعني يتقدمون للوظيفة يعني يسألونها، فأغلب الناس اللي راح يسألون راح تكون يعني أصحاب الشركات أو أصحاب خلينا نقول المدارس أو أصحاب يعني اللي يريد وظيفة، تقريبا يسألون نفس الأسئلة تقريبا يعني. فهنا احنا راح ندرس هاي الأسئلة إن شاء الله حتى نكتسب معرفة حول قدرات الشخص اللي يحب يكون صاحب هذه الوظيفة ومؤهلاته والتوافق معها والوظيفة والشركة فراح نتعرف على أول سؤال ممكن صاحب الشركة أو صاحب المدرسة يسألك إياه حتى يقبلك. فأول سؤال هو Tell me about yourself. خلي نسمع الصوت. 1. Tell me about yourself. This is often the opening question in an interview. It's also one of the most difficult if you're not prepared. Remember, the interviewer does not want to hear about your hometown or your hobby. This question calls for your one-minute commercial that summarizes your years of experience and skills and your personality in the context of the job for which you are interviewing. Get to the point and sell your professional self. Develop a few brief sentences that demonstrate you have what it takes to do the job. Experience, proven results, and desire to contribute. إذن طلاب السؤال الأول اللي يسألك يا صاحب الشركة مثل ما ذكرت لك Tell me about yourself، أخبرني عن نفسك. يقول This is often the opening questions in an interview. إذن هذا السؤال غالبا ما يكون هو السؤال الافتتاحي، السؤال اللي يفتتح به المقابلة. واحد لما يريد يسوي لك مقابلة أول ما يبدي لك بالمحادثة راح يقول لك اخبرني عن نفسك، Tell me about yourself أو introduce yourself، قدم نفسك. طبعا واحد
هذا السؤال راح يكون واحد من أصعب الأسئلة إذا أنت ما كنت مستعد لهذا السؤال. And you have to remember, يجب أن تذكر أنه أبو المقابلة أبو الشركة ما يريد تحكي لك والله أنا أحب فلان، أحب هذا اللاعب وأحب هذا الهواية، ما يريد هذه، هو يريدك تحكي أنا اسمي فلان، عمري هالقد، اشتغلت يعني وظيفتي كذا، خريج كذا، بس عمري كذا، متزوج أو ما متزوج، خلاص تفاصيل الأساسية بس، ما يحتاج الفرعية. زين، شوف، يقول يستدعي هذا السؤال إعلانا مدته دقيقة واحدة. إذن أنت لو مد دقيقة واحدة تنطيك دقيقة واحدة تلخص بها حياتك وخبرتك ومهارتك الشخصية، أنه أنت شلون قدرت بحياتك السابقة تحصل على هذه دراستك، ويعني خلي نقول مميزاتك بدقيقة واحدة. أنطي معلومات بحيث أنت تبيع نفسك يا أخي، بيع نفسك صاحب الشركة، بيع نفسك، بيع المهنة، ما بيع نفسك صاحب المهنة. يقول لك ضع بضع جمل موجزة توضح أن لديك ما يلزم القيام بتجربته للعمل والنتائج المثبتة والرغبة فيه المساهمة. إذن أنا اسمي فلان، عمري كذا، متزوج غير متزوج، أحب العمل وياكم وشغل كذا، أنطي فد كلام مباشر عني أنا حتى يعرفني أنا شنو، بس هذا لا أكثر ولا أقل. طبعاً لهنا تنتهي الصفحة الأولى من الملزمة. هذه الملزمة يعني حقيقة أنا ما أحب أبالغ، يعني لو غير الله أعلم كان كتب الأسطورة والكذا، فإحنا حقيقة ناس إن شاء الله نحب نقدم لكم فائدة. هذه الملزمة موجودة، اللي يحب يتواصل ويانا على قناتنا على التلكرام، موجود المعرف، وإحنا حاضرين إن شاء الله. بالمحاضرة القادمة راح نأخذ صفحة رقم 6، يعني إحنا راح نبدي هي أول صفحة رقم 5. الصفحة الثانية بالقصة بالقطعة هي رقم 6، فراح نبلش إن شاء الله من رقم 6 بالمحاضرة القادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.